أخبرتك حين نفد قلم كحلتي؟ لا تقلق لهذه القصة نهاية سعيدة. هل تتضمن دهس بطل القصة ببطء بالباص؟ لا، استخدمت أقلام رسم الشعر ما يذكرني بقصة أخرى. كان هذا قلمي المفضل من الأقلام الحمر. أشعر أننا نمشي في هذا الرواق منذ نصف ساعة. إنها تملك قوة خارقة، يمكنها تغيير المكان والزمان بالملل. لا، لمعت الأرض للتو. على أحدنا أن يضع حدا لهذا. لذلك هي نوعية أقلام أظن أنها تشبه. حسناً، اسمعي الآن. لأن أخي داروين لديه شيئا يقوله لك. ماذا؟ أخبرها دود، تعرف ما رأيك بقصصها؟ تعرف؟ مزعجة للغاية. ظننت هذا رأينا معا، هذا أشبه بالغدر. هو يقصد مزعجة إذا توقفت عن سردها. ظننت أنني مملة للحظة. لا، قصصك رائعة، فقط لو يمكنها أن تكون أقصر أفضل أجمل. يقصد تحتاج لقليل من التعديل، تعالي معنا. أوكي، جامبول استخدم برنامج التعديل هذا ليجعل قصصك مختصرة أكثر. إذن البارحة ترو ستوري. نعم، أمزح، إن قصصك رائعة مثل ما هي. جيد، أتمنى أن تقول لي إن كانت مملة. صح، واستيقظت ولم أكن في غرفتي، ولكن تذكرت بعدها. امتلأ عقلي، علي حذف كلمة مقابلة كل كلمة تقولها لتتسع. إذا قالت كلمة أخرى فسأنسى أهلي. هل تريد أن تتحمل هذا الذنب حقا يا داروين؟ آسف، لكن نقل بليلي أجرح مشاعرها. وقت البيت أخيرا. تقصد وقت الغداء؟ أكرهك. ليس أنا، هو الوقت. أكرهكما. مرة كنت في الملعب ولم أتعرض لأي إصابة. حلمت أن بيجامتي لها جيوب عندما استيقظت، وكان لديها جيوب بالفعل. ربما علينا تغيير المحطة. حتى لو هي مصادفة أم ماذا، بسبب حدوث انفجار، وذلك في نادي جمع الطوابع. وفجأة انفجروا كلهم، والفطائر أصبحت جاهزة، ورأيت جرما عصافير، وحدثت تسونامي من الوجبات. نهاية العالم. قلت إنها ليست نهاية العالم إذا نفدت الزبدة. تحمل، لو استمرنا بفعل هذا فسنعرض عقلنا للخطر. كم إصبع في يدي؟ ماذا؟ عليك النظر لتحت، لا يمكنني تحريك شيئا تحت رقبتي. 30، 11. توقفنا قبل فوات الأمان. الجميع غادر وجلست وحدي في المنزل، وربحت لعبة تماثيل الموسيقى، رابع لعبة مفضلة لدي. لعبتي المفضلة هي الغميمة، والثانية. آسف دود، علينا تركها، سأدفعها أمام جيري. لا، لحظة، ماذا لو تعرف؟ رمينا الكرة. لا أهتم باللعبة، أنا أتكلم عن مالي. وأنا أيضا، ظننت من الجيد أن نلعب تمرين الكرة. تعرف ما أريد قوله؟ لا يهم، ما أقصده هو، هاي شباب، سمعتم قصص مولي؟ نعم، وأخشى أنه يوجد حل وحيد لنضمن ألا نسمع المزيد بالفعل، لأنها متعبة كثيرا.